السلام عليكم اعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو يا ريت يا شباب تدعمونا بلايك، يعني حاجة سهلة جدا، هتلاقي علامة الاعجاب تحت اسفل الفيديو يا ريت تدوسوا عليها. بعد كده يا شباب، امبارح كنا شرحنا الموقع دوت، وقلنا بيدي 100% لمدة 24 ساعة زي ما هو كاتب كده. طريقة تسجيل، بنحط هنا عنوان المحفظة ونعمل له إثبات سحب. ده إثبات السحب التالت ليا يا شباب، زي ما انتوا شايفين أنا أودعت 20 روبل وعندي دلوقتي 20 روبل، ومن هنا بجمع أرباحي أهو بقى 21 روبل. هنيجي كده ونخش على السحب يا شباب، هنلاقي أنا كنت ساحب 3 روبل، سحبت 12 روبل و7 روبل، يعني 19، يبقى كده ايه 40 روبل، يبقى أنا كده سحبت كده ايه 100% بتاعتي. هخش على البير، آخر حاجة عندنا كانت 99 سنت من روبل، يعني 1 روبل، وهنحط هنا المبلغ 21، وهنعمل طلب سحب يا شباب، نشوف هيقول لنا ايه. قول المبلغ اقل ازاي؟ اقل نحط 20، ده كان ايداع يا شباب، نحط 20 كده وهنعمل طلب سحب ونشوف. اهو يا شباب كده السحب تم زي ما انتم شايفين، يبقى انا كده سحب 20 كده، 30، 32، 39. تمام يا شباب، نخش على البير ونعمل ريفريش. اهو يا شباب وصل 19 روبل و18 سنت بعد عملت البير، وبكده يا شباب الموقع صادق. هودع كمان 50 روبل، لازم اجمع الارباح الاول عشان اقدر ان انا اودع. هاجي من هنا اجمع ارباحي وهرجع اودع 50 روبل. انت كل ما بتودع كل ما السرعة عندك بتزيد بنفس القيمة اللي انت بتودعها، كل مرة السرعة بتزيد عليها، يعني بتزيد، يعني وضعت 20 كده كأني وادع 70 روبل، السرعة بتاعتها تبقى بالسرعة ديت. اهو يا شباب كده عندي 70 روبل وزي ما انتوا شايفين، وكده انا هسحب 100 روبل ان شاء الله على ايه الـ50 اللي انا حطيتها. طبعا احنا كده عرفنا الشرح الاول، الفيديو الاولاني تقدر تعرف عنه كل حاجة، من هنا الاحالات، من هنا الدفع، من هنا الايداع، احصائية المشروع، السحوبات، هنا التعليمات، هنا الرئيسية، وهنا بتجمع ارباحك وبعد كده بتسحب من هنا يا شباب. وكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، وجديد معانا اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.